بصراحة هي دي الروح اللي بنتمنى كلنا تكون موجودة. المنافسة بين الزمالك والأهلي مش هتنتهي، لكن مع وجود الروح الرياضية هنرجع للمعنى الحقيقي للرياضة، التنافس الشريف والبعد عن التعصب اللي أكيد بيكون سبب في المشاكل والأزمات. نادي الزمالك بيضرب المثل كعادته في المبادرة للم الشمل، للتصالح، لتقريب وجهات النظر، وده الطبيعي اللي المفروض يكون بين كل الأندية. زي ما قلت المنافسة هتفضل موجودة، لكن غياب الروح الرياضية كان سبب في تعكير الأجواء. أتمنى الأمور تتحسن ونرجع تاني وحدة واحدة.